ريسك. المفروض ان كنت يعني الكورس اللي فات اللي كنتوا كان خدتوا حاجات عن التايب، واحنا الكورس ده المفروض نكمل عن الكوست. هنراجع على شويه حاجات على السريع كده لان الحاجات دي لها ربط ببعضيها. يعني في البروجكت بلاننج دي بيقول لك ان دي اكتر حاجه اللي احنا بنفكر احنا بنعمل ايه. فبنيجي نعمل بلاننج للسكوب بتاعنا، للسكيدول ريكويرمنتس بتاعتنا، ريسورس ريكويرمنتس بتاعتنا، للكوست استيميشن وللكواليتي كنترول وللريسك مانجمنت. احنا عايزين نعرف احنا محتاجين نوصل لايه. وده كان اكتر حاجه معبره عنه ان في حاجه كانت اسمها جانت شارت. وده جانت شارت ده بتلاقيه لما بتيجي تدخل المشاريع بيجي يديلك يقول لك والله ده السكادول بتاع المشروع بتاعي، تقدر انت تبص عليه وتتابع عليه وتشوف الاعمال اللي خاصه بيه والكلام ده. ما ينفعش يكون مهندس تنفيذ او اي مهندس كمان مش التنفيذ بس ما يعرفش الجانت شارت ده وبيتقري ازاي، وده يقدر نعمل له متابعه ازاي او كنت. فاحنا بنيجي في بلاننج، احنا بنعمل بلاننج وبعد كده بنيجي للسكادول. البلاننج بنعمل ايه؟ اللي احنا بنشوف وات وهاو، احنا هنعمل ايه وازاي. السكادول بنعمل هو وين، هنعمل ده بمين وامتى. فاحنا عايزين نوصل من اللي هو السكوب بتاعنا اللي هو الوات والهاو للهو وين. تمام يا شباب؟ طيب احنا علشان نقدر نعمل الاستيميتنج للكوست احنا بنحتاج نعمل ايه؟ اول حاجه اللي احنا المفروض نعمل ديفايد للسكوب بتاع الورك بتاعنا، ونشوف البيل اوف كوانتيتي بتاعتنا، ونشوف انسب طريقه ميثود للكونستراكشن بتاعتنا، ونحدد الريسورسز طبقا للكونستراكشن ميثود اللي احنا حددناها. واحنا بنحدد الريسورس بتاعتنا بعد كده بنشوف البرودكشن ريت بتاعت الريسورسز دي، وبعد كده نطلع منها نقدر نحدد التايم بتاعنا طبقا للبيل اوف كوانتيتي بتاعتنا وللسكوب بتاعنا. وبعد كده بنيجي نعمل الاستيميت للدايركت كوست. المفروض احنا في الكورس بتاعنا ده هتبقوا الحاجات دي بالنسبه لكم معطيات، يعني انتوا الحاجه موجوده معاكم انتوا مش بتحسبوها. في كورسات ثانيه بتعلمك ازاي تحسب الكلام ده. تمام؟ طيب احنا عايزين عشان نعرف السكوب بتاعنا، فاحنا بنعرف عايزين نعرف اللي هو احنا عايزين نعمل ايه، اللي هو الوات والهاو اللي هو الورك نفسه اللي هيتعمل، وهو اللي هو الاورجنايزيشن بريك داون ستراكشر اللي هي الاورجنايزيشن او بيس بتاعتنا، مين الناس اللي هتعمل الكلام ده. يعني انا عايز اعمل ايه واعمله ازاي او اقسمه ازاي، احنا بنقسم الورك بريك داون ستراكشر بتاعتنا، ومين اللي هيتحط على الورك بريك داون ستراكشر بحيث يحدد الكلام ده. وبناء على كده بيقول لك اي اكتيفيتيز او اي ورك تبع الورك بريك داون ستراكشر يبقى هي تبع السكوب، ولو هي مش موجوده في الورك بريك داون ستراكشر بتاعتك يبقى هي مش طبقا للسكوب بتاعك. الورك بريك داون ستراكشر دي اللي هي بتعرف من اللي تعرف السكوب البروجكت سكوب بتاعك. ونيجي بتتقسم لليفل 1 و2 و3 على حسب انك انت بتقعد تكسر في المشروع بتاعك لاكتيفيتيز، وهي الاكتيفيتيز دي بتنزلها لاكتيفيتيز ثانيه لحد ما تيجي توصل لحاجه في الاخر تقول انا يعني ده كفايه ان انا اوصل مثلا للليفل ده من ضمن الايه الورك بريك داون ستراكشر بتاعتي. ودي البنفيتس بتاعت الورك بريك داون ستراكشر، اللي انا بقدر اعمل استيميت بسهوله، اقدر احدد الريسك بتاعتي، اقدر احدد التايم بتاعي، اقدر اطلع منها اكتيفيتي ليست بتاعتي اللي انا اقدر بعد كده اشتغل عليها، اقدر اعمل بروجكت بلان، اقدر اعمل البروجرس ريبورت بتاعي، اقدر اطلع ريبورت البروجرس بتاعك الاسبوعي او اليومي او الاسبوعي او الشهري على حسب البروجرس اللي انت بتحققه، نقدر نطلع تقرير للكلام ده كويس، ونقدر نعمل كنترول على الحاجات اللي عندنا. طيب احنا عملنا الورك بلان ستراكشر، بنيجي نحدد الاكتيفيتي ليست بتاعتنا، بنيجي نربط الريليشنز الاكتيفيتي ريليشنز مع بعضيها، ونعمل بعد كده دروينج للبروجكت نتورك. الدروينج ده اللي احنا هنشوف مع بعضنا المفروض احنا خدناه الترم اللي فات اللي هو عن طريق البرزنس دايجرام او الار دايجرام على حسب الحاجه بتاعتنا. احنا في الكورس ده او الكورس اللي فات ما كانش مطالب منك انك انت تقسم الورك بريك داون ستراكشر بتاعتك، ما كانش مطالب منك انك انت تعمل اكتيفيتي ليست بتاعتك، بس انك انت الريليشنز بتاعتك بيديها لك، بس انك انت ما بتقولش انا والله انت ما بتربطش الاكتيفيتيز مع بعضيها، بس بيدي لك الريليشنز ما بينها وبين بعض ما بين الاكتيفيتيز وبعضيها. بنعمل التشيك ليست بتاعتنا عشان البروجكت بلان بتاعنا، عشان نطور البروجكت بلان بنعمل ايه؟ اول حاجه
بنحدد الميثود ستيتمنت بتاعتنا بتاعنا نقدر نطلع الورك بريك داون ستراكشر الاو بي اس الاورجنايزيشن بريك داون ستراكشر نعمل عشان نقدر نحدد المسؤوليات ونربط الورك بريك داون ستراكشر بالاشخاص يعني بالناس نحدد الريليشنز ما بين الاكتيفيتيز وبعضيها بنعمل الاستيميتنج للتايم ديوريشن بتاعنا للكوست للريسورسز اللي موجوده عندنا وبعد كده بنعمل الديفلوب للبروجكت نتورك بتاعتنا. طيب الاكتيفيتي ريليشن شيب بتاعتنا، حد فاكر الاكتيفيتي ريليشن شيب ويقول لي الفرق ما بينهم اللي خدتوه الكورس اللي فات؟ انا عشان اقدر احط كوست واقدر اعمل كاش فلو فانا لازم ابقى عارف اعمل الايجنت شارت او البار شارت. حد عنده سؤال؟ طيب حد عايز يعني حد عايز يقول؟ اه اتفضل رافع ايده. ايه الريليشنز اللي بتبقى ما بين الاكتيفيتيز وبعضيها؟ المفروض الكلام ده احنا خدناه في الكورس اللي فات. انا بتكلم على الريليشن ريليشن شيب. فينيش تو ستارت هنا تو ستارت. علي صوت بتكلم ممكن يكون في بندين مثلا بيمشوا مع بعض يعني الاثنين مش متعارضين مع بعض فيشتغلوا مع بعض ممكن واحد يعتمد على الثاني فده لازم يبدا بعد كده ده يبدا بعد ممكن الاثنين يخلصوا في نفس الوقت كده ده اللي انا فاكره يعني من الكورس اللي فات. هو انتوا متخيلين الموضوع احنا علشان احنا المفروض الكورس بتاعنا ده بيتكلم عن الكوست اللي انا ادخل ارسم الكاش فلو والحاجات دي. انا لو ما عرفتش ارسم بار تشارت انا مش عارف اعمل كاش فلو. ايه بقى البار تشارت؟ طيب حد عارف يعني ايه البار تشارت؟ طيب بص يا شباب انا ايوه يده حد يقول حاجة؟ حد يقول حاجة؟ البار تشارت ممكن يكون اللي هو ان كل فترة زمنية يخلص جزء من الشغل او جزء من العمل يعني في الموقع مثلا في المشروع عموما ممكن كده ولا ايه؟ الحمد لله. طب حد عنده رأي تاني؟ دكتور بس الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها دي احنا عملناها ابحاث فالدنيا ما كانتش متظبطه معانا فيها قوي يعني فمعلش هو بس حد عارفي يعني. طيب. انا اعيد الحاجات دي تاني بس انا لازم يعني امر عليها بسرعه لان المفروض يعني علشان نقدر ندخل في الحاجات اللي بعد كده بس حاولوا تركزوا معايا لان الحاجات اللي انتم مطالبين بيها يعني ما فيش حاجه اسمها خدتها الترم اللي فات او الكورس اللي فات وانت مش مثلا مالكش علاقه بيها الترم ده او الكورس ده فضروري احنا نركز مع بعضين. اول حاجه الاكتيفيتي ريليشن شيب مهندس حسين برنامج لو البرامافير لا هو احنا خلينا دلوقتي بس في المحاضره اصلا سالت المعيد وقال لي ما اعرفش يعني طيب ماشي ما هو يعني خلينا بس بعد يعني بعد ما اخلص طيب الاكتيفيتي الاكتيفيتي ريليشن شيب اللي احنا بنربط الاكتيفيتيز مع بعضيها احنا بنشوف الاكتيفيتيز دي بتخلص امتى وتبتدي امتى تمام وايه العلاقه ما بين كل اكتيفيتي والتاني مع بعضيه فالعلاقات الموجوده عندي اما فينيش تو ستارت يعني الاكتيفيتي مثلا ايه بينتهي في اكتيفيتي بي بيبتدي يبقى بي بتبتدي بنهايه ايه
او ستارت تو ستارت، يبقى الاثنين هيبتدوا مع بعض في نفس اليوم او نفس الاسبوع على حسب احنا بنحدد بنشغلين اليونت بتاعتنا بايه. فاحنا دول بيبتدوا مع بعض، يا اما فينش تو فينش يبقى الاثنين بينتهوا مع بعض، يعني الاثنين بينتهوا مع بعضهم فده فينش تو فينش، او ستارت تو فينش ف به بتنتهي ببدايه ايه. تمام. اكتر حاجه منتشره اللي هو فينش تو ستارت، دي منتشره لو هي كل الاكتيفيتيز فينش تو ستارت اذا لم يذكر غير ذلك. يعني لو ما ادالكش على ده فينش تو فينش او ستارت تو ستارت يبقى هي فينش تو ستارت. تمام. طيب الحاجات الثانيه المنتشره اللي هي ستارت تو ستارت او فينش تو فينش، يا اما بينتهوا مع بعض يا اما بيبتدوا مع بعض. ستارت تو فينش دي قليل لما بتحصل معانا. تمام. طيب بيقول لك فينش تو ستارت يعني انك انت في الاكتيفيتي اللي هو السكسسور اكتيفيتي ده بيبتدي لما الاكتيفيتي بتاعك بيكتمل، ده بيبتدي. تمام. فينش تو فينش الاثنين بينتهوا مع بعض، ستارت تو ستارت الاثنين بيبتدوا مع بعض. ستارت تو فينش يبقى الاكتيفيتي بي اللي هو الثاني بينتهي مع بدايه ايه. تمام. دي الريليشن شيب ما بين الاكتيفيتي مع بعضها. في بقى بيظهر عندي حاجتين، يقول لك يا اما اوفرلاب يا اما لاج. الاوفرلاب يعني الاثنين متداخلين مع بعض في فتره من الزمن، يعني في فتره معينه الاثنين متداخلين مع بعضيهم. اللاج لا، الاثنين يعني مثلا اكتيفيتي ايه بينتهي وبعديها بيومين او ثلاثه نبتدي اكتيفيتي بي. تمام. فده بي بتبتدي بعد نهايه ايه بفتره من الزمن، يعني في فتره في النص كده فاضيه. اما الاوفرلاب لا، هم مشتركين مع بعض في فتره من الزمن زي ما واضحه قدامنا. شايفين الاوفرلاب واللاج؟ شايفين شكل الرسمه بتاعتهم بتبقى ازاي؟ طيب عندنا مثال اكزامبل بيقول لك انا اسال وحد يفسر لي دي معناتها ايه وبعد كده نرسم الكلام ده كله مع بعض. بص عليها كده. ترجمه الكلام ده بيقول لك اكتيفيتي A اند C هاف نو بريديسيسورز. يعني الكلام ده يعني معناه ايه؟ احنا كلنا ظاهر عندنا الاكزامبل ها؟ كلنا ظهر عندنا الاكزامبل؟ ايوه دكتور. تمام. يعني هو يا ريت بس يبقى فيه تفاعل يعني اكتر من كده. ماشي. اول حاجه اكتيفيتي A و C دول هاف نو بريديسيسور، يعني الكلام ده معناته ايه؟ يعني دي لوحدها ودي لوحدها، يعني دي هيبقى لها سلسله لوحدها ودي سلسله لوحدها. حد عنده راي تاني؟ مفيش حاجه قبلهم، هما الاثنين بادين في نفس الوقت. هو يعني مش هما ممكن يكونوا بادين نفس الوقت بس مش ده الحاجه، ان هو مفيش حاجه قبلهم، يعني ان مفيش ما يقول لك نو بريديسيسور، يعني مفيش حاجه موجوده قبليهم، مفيش حاجه بيعتمدوا عليها. فالاثنين بدايتهم كانهم من الزيرو. تمام. طيب بيقول لك اكتيفيتي A ستارت 1 day after the finish of A وخمسه days after starting of C. عادي ترجم لي دي معناتها ايه؟ يعني ده معناته ايه؟ تبقى ايه؟ يعني B هيبدا بعد ايه بيوم؟ بعد ما تنتهي ايه بيوم؟ هنا الكلام يفرق. بعد ايوه يبقى لاج. يبقى ده ايه؟ ده لاج. لاج. ده لاج، يبقى انا عندي لاج يوم ما بين الاي والبي. تمام. نكمل. ولاج خمس ايام بين البي والسي. لا بس لا. خلي بالك بيقول لك بعد بدايه سي. اه سي ستارت يبقى اوفرلاب بينهم وبين بي. لا مش اوفرلاب. هو هنا مش فكره اوفرلاب، يعني بعد ما تبتدي البدايه بتاعت السي بخمس ايام بيبتدي البي. فاحنا لازم نحقق الشرطين، ان هو يبتدي بعد نهايه ايه بيوم وبعد بدايه سي بخمس ايام. طبعا انت بتشوف على حسب الديوريشن هنا هنشوف ان ده هيبقى في ما بينهم اوفرلاب ولا لا. تمام.
طيب activities E دي بيقولك depend on the finish of B and start 3 days after the start of D. ده معناته ايه؟ يعني ايه هتبدأ اول ما بي تخلص؟ تمام، يعني ايه بيعتمد على بي، يبقى العلاقة هنا finish to start، صح كده؟ تمام نكمل. وثلاث ايام بعد بداية دي، يعني start to start مع دي بس في ثلاث ايام بعد البداية، يعني كان البداية مع البداية فيها لاب ثلاث ايام، صح كده؟ طيب activity F depend on the finish of activity B. يعني ده يا دكتور بيستعمل في الجدول الزمني لما بنيجي يبقى معانا المشروع ونعمل جدول زمني، مثلا لو احنا نشتغل تشطيبات مثلا، يعني فهنقول بند السباكة وبند الكهرباء مثلا، الاثنين ممكن يشتغلوا مع بعض عادي، صح كده؟ تمام. يعني لما بتيجي تعمل فعلا جدول زمني الحاجات دي بتشوف انهي، يعني مثلا انا ايه لازم ابتدي الحفر عشان بعد كده ابتدي الخرسانات، فالخرسانات بتبتدي بعد الحفر. تمام؟ آه، عندك الاول خرسانات عاديه وخرسانات مسلحه تربطهم ببعض. الدور الاول والدور الثاني تربطهم ببعض. تدخل في التشطيبات، انا لازم اعمل المباني عشان اعمل الدهانات. او المحاره او بعد كده الدهانات كده يعني. طيب activity F بيقول لك depend on the finish of B، يعني F بيبتدي بعد نهاية B finish to start. activity D و H ده depend on the finish of activity C، يعني D وال H بيبتدوا بعد C. تمام؟ ودي الـ الرسمة بتاعته. تمام يا شباب؟ في أي حاجة في الرسمة مش واضحة؟ لا تمام بعد اذنك. في حد عنده سؤال؟ اتفضل. الرسمه بس وصلت لها ازاي؟ الايه؟ لو حضرتك تنفع تعمل درو خطوه بخطوه عشان اعرف بس وصلت الرسمه في الاخر ازاي؟ الرسمه تترسم ازاي؟ وصلت لها في الاخر ازاي؟ هي الرسمه ده الشكل النهائي بتاعنا، عشان هو بيقول لك ارسم برزنت دايجرام، بس هو مش مدينا حاجات الديوريشن بتاعنا، فاحنا مش هنعرف نحط امتى البدايه وامتى النهايه، بس ينفع نعمل اللينك الحاجات دي مع بعضيها. فاحنا الاول بنقول له ان A و C دول ما بيعتمدوش على حاجه. تمام؟ طبعا عشان هما الاثنين اكتيفيتي اثنين بدائيين، فلازم احط بقى قبلهم بند اسميه ستارت، لان دايما البدايه بتبقى بند واحد، يعني لازم ابتدي بند واحد واجي اقفل مثلا في الاخر في بند واحد. فاحنا بنيجي نقول ان الاثنين هنحط بيهم ستارت. بعد كده بيقول لنا ان البي بيعتمد على الاي والسي. طيب بيعتمد على الاي والسي، بيقول لك هو فينش تو ستارت مع الاي بس في لاج يوم، وستارت تو ستارت مع السي بس في لاج خمس ايام. بعد كده بيقول لك ان الدي بيعتمد على السي فينش تو ستارت، والاتش بتعتمد على السي فينش تو ستارت. تمام؟ الاي بيعتمد على البي والدي، فهو فينش تو ستارت مع البي، والسي ستارت تو ستارت بس بيجيك ثلاث ايام من الستارت بتاعه. الاف بيعتمد على البي. تمام؟ الدور الاحمر ده كده يعني ستارت ستارت؟ ده عشان ابين بس ان اللاج والكلام ده، يعني عشان ابين لك مختلفه يعني. طيب هيبقى عندكم لما انزل لكم بقى المحاضرات ان شاء الله، هيبقى عندكم المساله الاكسرسايز ده. تمام؟ حضراتكم تعملوه. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، الاكسرسايز ده لما انزل لكم المحاضرات ان شاء الله ده تعملوه، تتدربوا عليه كويس، ولازم تتعود ترسم الحاجه بايديك. دكتور ده ترسم بالايد ده ولا على البرنامج ولا ايه؟ لا لا، ارسم ده بايديك. عايز تحطه على البرنامج تطبق الكلام ده على البرنامج، طبقه على البرنامج. بس انت علشان تشتغل على البرنامج مش لازم تحط له ديوريشن للحاجات مع بعضيها، يعني لازم يقول لك انا عايز الديوريشن بتاع الحاجات دي هيبتدي امتى وينتهي امتى. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه، انت
في اكسرسايز تاني انا هشرحه لكم، وده برضو ان كنتوا هتتدرب يعني تحاولوا ايه تتدربوا عليه. الشرط ده بقى ايه؟ في فرق هنا، في حاجتين لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجه في حاجه اسمها بريدسيسور وفي سكسيسور. حد عارف الفرق ما بين الاثنين؟ دكتور دكتور نعم بعد اذنك يعني الماده دي نظري ولا برنامج ولا ايه؟ الماده دي الاثنين، انك انت في امتحان هتمتحنه وفي برنامج هتطبق عليه اللي هو العملي، فانت عندك سكشن وعندك معمل. صح كده؟ وانت حضرتك بتشرح البرنامج ولا النظري؟ لايه؟ حضرتك بتشرح البرنامج ولا النظري؟ لا انا دلوقتي بشرح لك، مش ده مش نظري، احنا كده مسائل. يعني اللي فاتت دي مساله واللي انا بتكلم فيها دي مساله. طب المصدر اللي انا ذاكر انت قصدك على النظري اللي هو هيبقى في ورقه، يعني قصدك في بيبر ورقه صح ولا ايه؟ تقصد ايه بالنظري؟ يعني تقصد ايه بكلمه نظري؟ اصل حضرتك المحاضره اللي فاتت كنت شرحت كلام كده يعني النظري تقريبا. ايوه المحاضره اللي فاتت دي انترودكشن، يعني في شويه حاجات كده. انا لما باجي ادي كورس اي كورس اداره مشروعات اللي هو البروجكت مانجمنت او كونستراكشن بروجكت مانجمنت، لازم المحاضره اللي فاتت دي بتكلم فيها تمام، لان بس في شويه حاجات ناس في شويه حاجات الناس بتبقى عارفاها والناس ما بتبقاش عارفاها، عشان نبتدي نقدر ندخل نربط الحاجات ببعضيها. فاحنا المحاضره دي المفروض كنا نكمل في الموضوع بتاع الكورس، بس للاسف ان كنتم يعني موضوع انك انت علشان تعمل كاش فلو فلازم تبقى عارف بتعمل بار تشارت، يعني لازم تكون بتعرف تعمل بار تشارت. انتم يعني في يعني مش عارف، انتم نقول مش كلكم بس واضح كده الاغلبيه مش عارفه يعني ايه بار تشارت، يعني مش عارفه يعني ايه ترسم بار تشارت. تعرف يعني ايه تعمل بريزنس دايجرام؟ انتوا ما تعرفوش تعملوا بريزنس دايجرام، تربط الاكتيفيتيز مع بعضيها، دي عندكم فيها مشكله. فمضطر اشرح الكلام ده عشان اقدر ادخل في الكوست. انا لو دخلت لك في الكوست على طول وانت عندك الكلام اللي فات ده انت ما تعرفوش هتبقى فيه مشكله. وصلت؟ تمام يا دكتور تمام. طب معلش يا دكتور بس تذاكروا منين؟ عشان الترم الثاني ده اللي فات كان ابحاث هنزل لكم، ما عندناش معلومه عن الاداره، ما عندناش اي معلومه، او انا بقى او انا شخصيا يعني ما عنديش معلومه عن الاداره، فانا يعني انا عايز اذاكر ومش عارف اذاكر منين. ما انا هنزل لكم الحاجات اللي انا بنزلها. طب في كتاب طيب مثلا؟ انا دلوقتي بشرح في اللي فات، انا ما زلت في اللي فات على فكره. تمام والمحاضرات هنزلها لكم. عندكم اي اسئله بعد كده احنا مع بعضينا ان شاء الله، بس حاولوا ان كنتوا تشدوا حيلكم معايا يعني وتنتبهوا، يعني موضوع المحاضره حاولوا تركزوا. الفكره اللي احنا هنشرح المحاضرات في معمل عندكم الباشمهندسين هيشتغلوا معاكم في المعامل، وفي سكاشن برضه هيشتغلوا معاكم في السكاشن. اخر محاضرتين هنرجع ندخل مع بعض في البرمافيرا في الحاجات اللي ناقصانا والحاجات اللي احنا عايزين نظبطها في البرمافيرا، والام اس بروجكت كمان هندخل ناخد عنه فكره، ان في بعض المشاريع بتشتغل برمافيرا وفي بعض المشاريع ام اس بروجكت، وخاصه في مصر يعني كمان الام اس بروجكت منتشر اكتر من البرمافيرا. تمام 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 يا شباب. فنحاول بس نشد حيلنا مع بعضنا شويه. ايه الفرق ما بين البريد اسيسور والسكسيسور؟ الحاجه دي هتلاقوها حتى في البرنامج، يعني يقول لك ده بريد اسيسور ده سكسيسور. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ والله يا نبا وانت عسليه. حد انا اللي بتبدا من بعدها. ايوه بص يا شباب، في اكتيفيتي نقول مثلا في A و B و C، البي دي في النص تمام حلو، A و B و C، البي دي في النص حلو كده. ايه بالنسبه للبي؟ بريد اسيسور. السي سكسيسور، يعني البي الاي قبل البي والسي بعد البي. وصلت كده؟ وصلت. طيب يعني مثلا هنا نيجي للاكتيفيتي
تي اللي انا تاني واحد تي ار بريدسيسور يعني الار تسبق تي اليو سكسيسور يعني اليو بعد التي يعني اليو جايه بعد التي والار جايه قبل الـ قبل التي تمام يا شباب طب حد يقول تمام تمام يا دكتور تمام يعني ماشي يا دكتور ماشي طيب النوت جيفن هنا نوت جيفن ده انك انت الحاجه دي حضرتك من الرسمه دي لما تيجي ترسمها مش طبعا الاكتيفيتي دي مش بالترتيب يعني ما مدهملكش بالترتيب فانت هتشوف كل اكتيفيتي وعلاقته بالتاني ايه او بالاثنين التانيين انهي البيريد سوشيال وانهي السكسيسور ولما تيجي توصل للمجمل النهائي هتلاقي النوت جيفن دول الاربعه المجاهيل دول مجاهيل دول حضرتك هتحسبهم يعني هتقولهم نون كلمه نون دي يعني مفيش يبقى الكيو مفيش حاجه بعديها ال مفيش حاجه قبليها الكي مفيش حاجه قبليها يبقى ال والكي دول البدايه بتوعك كانهم كده دول البدايه تمام واليو والكيو دول اخر اثنين عشان دول مفيش حاجه بعديهم وصلت وانتوا هتكملوا الباقي وهتشوفوا المجاهيل يبقى انتوا عندكم ادي اول واحده ادي اول مساله تاني مساله دي هتحلوها وده المسالتين التانيين دول يعني اول واحده والثانيه دول هتحلوهم دول اجباري الاثنين التانيين دول بونص للي عايز يحلهم يعني كويستشن 3 و4 دول بونص تمام طبعا اللي حل واحد هيعرف يحل بعد كده 3 و4 بسهوله يبقى انا عندي 1 و2 اجباري 3 و4 بونص الحاجات دي الاسبوع الجاي تكون متسلمه تمام يا شباب تمام يا دكتور تمام نيجي بقى بعد كده احنا عرفنا ايه بريدسيسور وايه سكسيسور وعرفنا الريليشن شيب بين الاكتيفيتيز والمعاضيه والكلام ده كله عايزين نعمل دروينز للبروجكت نتورك اللي هي بنرسم الكلام ده ازاي طبعا احنا بنيجي نرسم البار شارت اللي انت بتشوفه في الموقع بس في حاجات ثانيه بيقول لك الارو دايجرام او البريدسيسور البريزنس دايجرام اللي هم بيبقوا بشكل مربعات الحاجه اللي مشهوره قوي اللي هو البريزنس دايجرام ده اكتر حاجه مشهوره عندنا طيب الارو دايجرام دول ان هم بيبقوا بس الاكتيفيتيز مع بعضيها فينش تو ستارت وخلاص هي العلاقات كلها فينش تو ستارت مفيش فينش تو فينش او ستارت تو ستارت او فينش تو هم فينش تو ستارت كل الاكتيفيتيز مع بعضيها فينش تو ستارت ونقدر نعمل فيه حاجه اسمها دامي دامي ده اللي احنا بنقول فيه عندنا حاجه كده اكتيفيتي بالنسبه لنا الدوريشن بتاعه بزيرو علشان نقدر نربط الاكتيفيتيز مع بعضيها اللي هم بيبقوا فيها اكتر من اكتيفيتي على اكتر من حاجه تمام اما البريزنس دايجرام ما عندناش الدامي ده مش محتاجين نعمل دامي تاسك والتاسك بتاعتنا كلها ممكن يبقى فيها فينش تو ستارت وستارت تو ستارت وفينش تو فينش وفينش وستارت تو فينش والكلام ده كله تمام تمام اللي هو النو طيب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ شكل الار دايجرام زي المنظر الشكل اللي احنا شايفينه فوق ان بيقول لك ايه وبعد كده مثلا بي بعد كده سي بعد كده دي يعني احنا لو عايزين اللي على الجنب كلنا شايفين اللي على الشمال فوق دول ان البي ديبندنس اون اي والسي ديبندنس اون بي والدي ديبندنس اون بي تمام؟ طيب يبقى انا عندي الاول اكتيفيتي ايه؟ هنقول هنحط له مثلا من 10 20 من 1 ل 2 من 100 ل 200 الارقام دي انا بفرضها يعني انا بقولها عشان اسميها عشان اقدر اسمي الكلام ده اكتيفيتي ايه اقدر اسميه فاحنا بنقول مثلا هنستخدم 10 20 30 40 او 1 2 3 4 او 100 200 300 او 1000 2000 على حسب المقياس اللي انت هتستخدمه يبقى ده نقول ايه بعد كده البي بيعتمد على ايه فالبي بيعتمد على ايه السي بيعتمد على البي والدي بيعتمد على البي دي الرسمه بتاعتها لما بنيجي نرسم بالبرزنت دايجرام بيبقى الشكل الموجود عندنا بالمنظر اللي تحت ده نرسمها بشكل ايه اللي بيقولوا عليها مربعات تمام في حاجات بقى في الارو دايجرام دي بتبقى فيها غلط اللي انا اعملها اول حاجه ما قبل لو انا حطيت بالشكل اللي قدامي ان هو اكتيفيتي ايه وبعد كده اكتيفيتي بي لما نيجي نقرا الدي والسي حد يقول لي ايه علاقه الدي بالاي والبي
دي هي يعني الرسمه اللي موجوده. لو احنا بصينا على الرسمه اللي على الشمال هنفهم ان السي بيعتمد على الاي والبي والدي بيعتمد على الاي والبي، هنفهم كده. بس هنا بيقول لك لا، ده ان الدي بيعتمد على البي بس، تمام؟ فبالتالي بنيجي نقول نعمل حاجه اسمها ضمي، يعني بنرسم الاي وبعد كده بنرسم البي ونعمل ضمي من البي للاي، تمام؟ والدي بنقول بيعتمد على البي. طيب الحاجه الثانيه، ما ينفعش الاكتيفيتي نفس الـ يعني الاثنين الاكتيفيتيز ياخدوا نفس الارقام، يعني ما ينفعش نقول ان الاي نعرفها ب 10 30 والبي نعرفها برضو بال 10 30. فالحاله دي بنضطر نعمل حاجه ضمي، يعني نقول 10 20 وبعد كده ان عشان ده الديوريشن بتاعه بزيرو، فخلاص كان البي برضه بدا من الزيرو، ونقول ان البي من التعريف بتاعها 20 30. تمام يا شباب؟ ده في الارو. وبعد كده مقارنه ما بين الاثنين دي تقدروا تقروها الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. نيجي بقى اللي هو علشان نرسم الكريتيكال باث ميثود بتاعتنا السي بي ام بتاعنا ونعمل البريزنت دايجرام. فاحنا بيقول لك ان احنا بنيجي في المربع ده يبقى عندنا حاجه اسمها ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت وليت فينش والديوريشن والاكتيفيتي هنا، تمام؟ طيب انا باجي الايرلي ستارت دي انا بشوفها خلاص، الايرلي ستارت دي البدايه بتاعت الاكتيفيتي نفسه، الايرلي فينش بتساوي الايرلي ستارت زائد الديوريشن بتاعنا، تمام؟ لما نيجي بقى التوتال فلود بتساوي الايرلي الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت او الليت فينش ناقص الايرلي فينش، اما الفري فلود بتساوي الايرلي ستارت للسكسيدنج اكتيفيتي ناقص الايرلي فينش، تمام؟ الليت ستارت بقى بتساوي الليت فينش ناقص الديوريشن، تمام؟ طيب بيقول لك ان الكريتيكال باث بتاعك ده هو اطول مسار موجود في المشروع بتاعك، الاكتيفيتيز بتاعته كلها بتبقى التوتال فلود بتاعتها بتبقى بالنسبه لنا بزيرو، يعني التوتال فلود بتاعنا بيبقى بزيرو. وده ما ينفعش ان احنا ناخر في اي اكتيفيتي فيه او نغير فيه لان التغيير فيه بيأثر على المشروع كتوتال، تمام؟ وده اللي بيحدد لي مده المشروع كتوتال هتخلص امتى. وقلنا التوتال فلوت والفري فلوت اللي هي الحاجات الحسابات بتاعتها. هنيجي بقى طريقه اللي احنا عايزين نرسم البار تشارت وعايزين نرسم البريزنت دايجرام. في حد عارف الحاجات دي بتترسم ازاي؟ في حد عارف البار تشارت هنرسمه ازاي؟ يعني لو احنا هنا عايزين نرسم البار تشارت تقريبا احنا هنعمل ديوريشن في اتجاه والاكتيفيتي في اتجاه، الديوريشن في الاكس وال او الاكتيفيتي في الاكس والديوريشن في الواي، صح كده؟ المفروض نوصل كده ونعمل خطوط، تمام؟ طيب احنا البار تشارت احنا بنستخدم الحاجات دي كلها، نقرا الجدول بتاعنا ونشوف احنا نستفاد منه ايه. اول حاجه بيقول لك الاكتيفيتي اللي هو ايه؟ ايه ده؟ مفيش بريديسيسور ليه، يعني مفيش حاجه قبليه، يبقى البدايه بتاعته من الزيرو. الديوريشن بتاعه 4 اسابيع. يبقى احنا بنيجي الرسمه، انا عايز اوريكم الرسمه بتاعتنا، مثلا دي حاجه شكل الشرح بتاعها يعني. اكتيفيتي ايه؟ هنقول مدته 4 اسابيع، فبنيجي ايه؟ بيبتدي من الزيرو ونمشي لحد نهايه الاسبوع الرابع. بعد كده نيجي نرجع يقول لك ان البي والسي بيعتمدوا على الاي، تمام؟ والديوريشن بتاع البي ب 10 والديوريشن بتاع السي ب 12. فبنيجي نشوف ان البي والسي بيعتمدوا على الاي، فبنيجي ان لو هو هنا عشان باين لك بس ان هو في لاج، لو طبعا لو ما فيش لاج يبقى ده على طول بينتهي، بينزل نبتدي في البي ونبتدي في السي وبنكمل. بعد كده بيقول لك ان الدي بيعتمد على البي والسي، يعني البي بالنسبه لي بيعتمد على الاي والسي. لو جبنا شكل الرسمه بتاعتنا فنلاقي انا كنت في رسمه هنا،
يعني هي دي مش مرسومه في امثله ثانيه مرسومه بس ماشي نكملها مع بعضين او ممكن نرسمها يعني انا ممكن افتح اكسل ونرسمها مع بعض. ثانية واحدة يا شباب عشان افتح بس ال اه دكتور تمام. طيب احنا هنيجي نرسم الحاجات دي مع بعضينا بحيث نشوف احنا بنرسم الكلام ده ازاي. انا اول حاجه برسم محورين اكس وواي تمام. فباجي اقول باجي اقول انا عندي اكس ده بحط عليه الاكتيفيتيز مع بعضين وعندي واي ده الديوريشن بتاعنا اللي احنا بنعمله. ظهر معانا الكلام ده؟ ايوه دكتور تمام. تمام انا هجيب بقى المساله نفسها نخليها معانا هنا قدامنا علشان نشتغل كله على الاكسل. بيقول لنا اول حاجه ان الاي ديوريشن بتاعنا 4 اسابيع وما بيعتمدش على اي حاجه. نيجي هنا نقول له انا عندي 4 اسابيع ادي اسبوع 2 3 4 واجي اظلل الكلام ده ودول بالنسبه لي ده اكتيفيتي ايه وما بيعتمدش على اي حاجه. تمام. طيب بعد كده نيجي البي والسي بيعتمدوا على الايه على الايه البي 10 والسي 12. ادي نقول البي ادي 4 5 6 7 8 9 10 ده البي والسي 12 ونقول ان ده البي وده السي والاثنين بيعتمدوا على الاي. الحاجه ظاهره قدامنا كويس ولا ايه؟ ايوه قدامنا كويس. تمام ايوه دكتور ظاهر. تمام تمام. طيب بعد كده الدي ده بيعتمد على البي والسي والديوريشن بتاعنا 8. يبقى نيجي معنى بيعتمد على البي والسي يعني لازم البي والسي الاثنين ينتهوا وبعد كده يبتدي الدي. ده معنى الكلام كده يعني الاثنين لازم ينتهوا. طيب لو احنا قلنا ده عند الاسبوع الرابع اللي هو البي يبقى ده الثاني البي سوري الاي يبقى البي عند الاسبوع ال 14 السي عند ال 16 يبقى انا لازم الاثنين ينتهوا. يعني انا بعد الاسبوع اللي هو ال 16 ينفع ابتدي السي بتاعتي والديوريشن بتاعتنا 8. يبقى نيجي هنا نقول له انا هحط هنا سوري الدي ادي 8 ادي 4 5 6 7 8 ويبقى 8. طبعا البرامج نفسها انت بتدخل لها الارقام ما بترسمش هو بيرسم لك، بس لو انت مش عارف الرسم فانت ممكن البرنامج هتبقى عباره عن مش انت خلاص انت طلعت من جو انك انت مهندس وعباره عن واحد بس انك انت بتدخل بيانات وخلاص. اما البيانات صح غلط اي سنس ما بين الهندسي موجود مش هيبقى عندك احساس بيه. فضروري احنا لازم نتعلم الكلام ده كويس جدا علشان نعرف احنا البرنامج نبقى احنا عارفين شغالين عليه صح غلط الكلام ده. تمام. طيب نيجي بعد كده للي بعديها ممكن نصغر الكلام ده سنه كمان. بعد كده
نيجي بعد سوري ده شوف انا في غلطه هنا وانتوا اصلا ولا هنا دي مش بي دي دي اللي بعديها ان ال اي بيعتمد على السي ومدتها 9 مش عارف في حاجه بس فاحنا بنيجي بعد كده بنشوف السي سي اللي هي بيعتمد على الاي ومدتها 9 فهي هنلاقي ان السي بتبتدي من بعد الاسبوع اللي هو ال 16 بعد السي سوري السي طبعا بتنتهي عند الاسبوع بعد ال 14 فالثانيه بيبتدي من ال 14 ومدتها 9 بعد كده الاف بيعتمد على الاي والسي يبقى لازم الاي والسي بينتهوا طب ما كده كده السي بيعتمد على الاي يبقى الاف بتيجي بعد السي الجي بيعتمد على الدي والاي ومدتها 4 فلازم الدي والاي بينتهوا علشان يبتدي الجي الاتش بيعتمد على الاف فالاف بتنتهي وبعد كده بيبتدي الاتش ومدتها 5 وهكذا فهتلاقوا فيه هنا عندكم اكتر من مثال موجود بطرق مختلفه وعليه الحل بقى هتلاقوا فيه حاجات انا الحلول بتاعتها منزلها طيب هنا بقى الفرق ما بين السؤال ده والسؤال ده هنا بدا يحط لي نعم ممكن حضرتك تنزل لنا البي دي اف بس عشان احنا مش دلوقتي مش معانا اي حاجه نذاكر منها والموضوع يعني انا هنزل لكم البي دي اف تذكروا بشكل لا لا البي دي اف ان شاء الله هنزله لكم ما تقلقوش يا شباب انا هبعت لكم البي دي اف كله تمام شكرا هو نفس اللي انا بشرح منه يعني نفس اللي انا بشرحه ده بس انا بشرح يعني برزنتيشن فانا البرزنتيشن دي هحولها بي دي اف وابعتها لكم تمام طيب بس علشان يجي حاجه احنا كلنا ظهر لنا الباوربوينت صح خلاص احنا وصلنا لحد فين لحد هنا هنا بقى هتلاقي في البريد السوسر بدا يدي لك بقى الحاجات الثانيه بيقول لك ان البي هي بيعتمد على الاي بس حلو قوي احنا قلنا اذا ما ادناش اي اعتماديه يعني اي تفاصيل عن الريليشن بتاعتنا فاحنا بنعتمدها كلها في نشر ستارت هنا بقى مدينا اعتماديه بيقول لك ان البي ستارت تو ستارت مع الاي يعني هي بتبتدي مع بدايه الاي بس مش مع البدايه بالظبط اللي بيقول لك في اللاج والاوفرلاب بيقول لك ان في لاج اسبوعين يبقى البي بتبتدي بعد نهايه بعد بدايه الاي باسبوعين تمام السي فينش تو ستارت مع الاي يعني الاي بتنتهي السي بتبتدي ما فيهاش اي مشكله الدي ستارت مع السي وفي لاج اسبوعين يعني الدي بيبتدي بعد البدايه بتاعه السي باسبوعين تمام الاي هنا واخده اعتماديتين واخده فينش تو ستارت مع الدي وفي لاج اسبوعين يعني الاي بتبتدي بعد ما الدي بتنتهي باسبوعين يعني الدي تنتهي ونقعد اسبوعين وبعد كده نبتدي الاي الاعتماديه الثانيه فينش تو فينش مع البي وفي اوفرلاب اسبوعين طبعا لازم ناخد الشرط اللي بيحقق الاثنين تمام يعني بناخد الابعد معنى صح تمام الاف فينش تو ستارت مع الاي ومع السي تمام طيب في بعد كده عندنا اكزامبل تاني نفس الكلام بتاع الاولاني ده بس بشكل الرسمه بشكل تاني كل ده بيبقى مطالب مننا ان احنا نرسم البار تشارت وبرزنت الدياجرام الاهم بالنسبه لنا دلوقتي هو البار تشارت لان هو اللي هنشتغل عليه الكوست تمام طيب بعد كده بيقول لك ان البار تشارت او الجينيت تشارت ده مسمى ل ان هو تشارت بيترسم بيحدد في البروجكت سكيدول بتاعك البدايه والنهايه والريليشنز ما بين الاكتيفيتيز وبعضيها بحيث ان احنا نحدد
الكلام ده مع بعضه ازاي، وده طبقا ليه كان المسمى بتاعه جه من هنري جانت، كان من 1861 ل 1919، وده عمل تصميم البار شارت، وكم تصميم التصميم على مدار سنين طويله لحد في 1915 طلع بالشكل اللي احنا بنشوفه حاليا. تمام، وده عباره عن الاكتيفيتي بينتهي، بتمشي على مدار المشروع، بينتهي بتنزل على الاكتيفيتي اللي بعده، بينتهي بتروح للاكتيفيتي اللي بعده، وهكذا لحد ما تيجي المشروع بتاعك في الاخر. وبيوضح لك الريليشنز ما بين الاكتيفيتي وبعضيها، ان ده فينش تو ستارت مع ده ستارت تو ستارت مع ده، وبيحدد كمان الكريتيكال باث ميثود بتاعك السي بي ام بتاع المشروع، بيوضحه كمان على البار تشارت. تمام، هتلاقوا هنا المسائل اللي فاتت كل مثال والرسمه بتاعته موجوده. تمام، كل سؤال من اللي فاتوا والرسمه بتاعته موجوده. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، طيب في حاجه عندنا اللي هي الريسورس مانجمنت، اللي هي بنتكلم فيها الريسورس الوكيشن والريسورس ليفلنج بتاعتها، اللي هي سموثنج بتاعت الريسورسز، ودي احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي، هنحجلها شويه علشان احنا محتاجين ندخل على الكوست، وبعد كده لو في وقت هنرجع نتكلم على الكلام ده. يعني لو في وقت احنا هنرجع نتكلم على الجزء بتاعه، واحنا لازم نتكلم عليه بصراحه يعني، بس احنا ندخل في موضوع الكوست دلوقتي، وبعد كده نرجع بعد كده نشوف الحاجات التانيه. تمام، طيب الكوست بقى، لما نيجي نتكلم في الكوست احنا دي مسألة يعني مش عارف الوقت اسعفنا مره ناخدها، لو ما اسعفناش الوقت احنا ممكن ناخدها مره جايه، بس احنا نتكلم على الحاجات الاساسيه. عندي كم حاجه لما باجي ارسم الكاش فلو، عندي حاجه اسمها توتال كوست، وعندي حاجه اسمها توتال برايس. تمام، ايه الفرق ما بين البرايس وما بين الكوست؟ البرايس شامل الكوست والربح. كلام جميل. والكوست طب وتكلفة الناس نوديها فين؟ مرتبك انت نوديه على مين؟ على الكوست. طيب طب ايه الفرق ما بين الدايركت كوست والاندايركت كوست؟ الكوست دايركت دايركت مثلا الماتيريال والحاجات دي العماله ايوه. طيب والاندايركت؟ الاندايركت هي الاس او اتش والاتش او اتش، يا الضرايب ايوه. اقول لي بقى الضرايب والحاجات دي يعني ما تخش عليا على طول بمصطلحات كده، احس انك انت بتتكلم في الكيمياء. معايا؟ مين بقى اللي كان بيقول الضرايب والتامينات والكلام ده؟ اسمه ايه؟ انا اسمي اسلام بس مش فاتح الاكونت بتاع دكتور عشان ما دفعتش المصاريف لسه يعني. ماشي يا عم اسلام، ممتاز يا اسلام الكلام انت بتقوله، ممتاز. احنا عندنا دايركت واندايركت، دول بيساوي التوتال كوست، يعني التوتال كوست بيساوي دايركت واندايركت. طيب البرايس زي ما برضو كان بيقول زميلنا ان البرايس بتساوي الكوست زائد المارك اب، المارك اب ده اللي هو البروفيت والريسك. تمام، يعني المكسب بتاعك ولو في عندي ريسك في المشاريع ولا الكلام ده. طبعا ريسك المشاريع بيختلف من مكان لمكان وظروف والحاجات دي كلها. تمام، طيب فانا عندي نيجي عندنا اول حاجه اللي انا علشان ارسم الكاش فلو، الكاش فلو بتاعي بيبقى عباره عن كاش ان وكاش اوت. يعني ايه كاش ان وكاش اوت؟ حد عارف يعني ايه كاش ان وكاش اوت؟ تمام، ممتاز، ده ممتاز. الكاش اوت اي حاجه انا بطلعها من جيبي وبصرفها ده كاش اوت، اللي احنا تيجي تحت بند ايه؟ الكوست. بس تيجي تحت بند هنا ايه؟ التوتال كوست، يعني الدايركت والاندايركت.
الكاش ان اي حاجه انا بدخلها في جيبي اللي هي بتتمثل في المستخلصات. تمام، نفهم من كده ان الكاش اوت ده كل يوم في الشكل بتاعه بيزيد كل يوم، كل ساعه موجوده عندك في مصاريف. اما الكاش ان بيجي كل فتره زمنيه بتتحقق طبقا للعقد اللي موجود، يعني بعد كل اسبوعين بتاخد المستخلص بتاعك، بعد كل اربع اسابيع، بعد شهر، بعد شهرين، ايا كان بعد المده الزمنيه المحدده. فده الكاش ان. فالكاش ان شكله بيبقى بشكل السلم تقريبا، يعني بيبقى بياخد شكل السلم. اما الكاش اوت بياخد شكل الاس، عشان كده اسمه اس كيرف. يجي واحد يفضل يقول لك في المشروع انا الاس كيرف بتاعي رايح في داهيه، انا الاس كيرف بتاعي رايح في داهيه. ايه بقى الاس كيرف ده؟ ده المصاريف اللي هو صرفه ويجي عنه. يجي بقى يقول لك ايه؟ انا الكاش فلو بتاعي متدمر. يبقى ربط العلاقه ما بين الكاش ان والكاش اوت، يعني ربط علاقه ما بين مستخلصات بتدخل ومصاريف بتتصرف. تمام؟ عشان بس نفهم المصطلحات، ما تبقاش انت قاعد وهو بقى مال يخبط في كلام وانت مش عارف هو بيقول ايه. فلازم المصطلحات دي نخلي بالنا منها. طيب يعني مصطلحات نعم، حد يقول حاجه؟ المصطلحات اصلا المقصود بها ايه؟ الايه؟ المستخلصات المقصود بها ايه؟ الانفوت، الحاجه اللي بتدخل لك انت مش بتعمل شغل. ايوه بتيجي اخر الشهر، يعني مثلا ممكن اخر الشهر او ممكن يطلب منك طبقا للعادي يقول لك في العادي بيبقى مكتوب الكلام ده المده الزمنيه اللي بتدفع فيها. بيجي يقول لك انت بتقدم الحاجه بتاعتك بعد قد ايه. تمام، فبيجي يقول لك والله انت بتقدم المستخلص بتاعك، فانت بتعمل بروجرس معين، والبروجرس اللي انت بتعمله ده بتيجي تقدمه بعد فتره زمنيه. الفترة الزمنية اللي بقدم فيها ده المستخلص، يعني أنت بتقول أنا خلصت مثلا والله 10% من الشغل بتاعي، بتعمل بقيمة ال 10% دي زي الفاتورة وبتقدمها، بياخد أكسبت عليها أو أبروف عليها، بتروح بتقدمها في المالية بتاخد الفلوس بتاعتها. تمام يا دكتور، تمام. تمام؟ وصلت ولا؟ وصلت تمام. لو في أي حاجة يا شباب في أي وقت وقفوني، يعني قولوا لي لا يقول دي وعيد مرة واثنين وثلاثة، أنا ما عنديش مشكلة. بس المهم ان كنتوا يعني الحاجه ما تعديوش عليها وانتم مش عارفينها. تمام يا دكتور، معلش معلش، ايه الاس كيرف؟ عيد من الاول ولا ايه؟ لا عايز اعرف بس ايه الاس كيرف تاني معلش. الاس كيرف ده اللي هو شكل الكاش اوت بتاعك، هو بيبقى واخد شكل حرف شكل الاس، يعني بيبقى ليه؟ لان احنا هنشوف لما نيجي نرسمه دلوقتي هتحس تقريبا واخد شكل الاس. فاحنا في ناس بتختصر شكل، يقول لك بدل ما يقول لك الكاش فلو يقول لك الاس كيرف. الاس كيرف ده الحاجه اللي انت بتصرفها على مدار المشروع بتاعك من اوله لاخره، فكل ساعه بتعدي عليك في المشروع في مصاريف بتتصرف. تمام؟ تمام تمام. طيب احنا هنا في الشكل اللي قدامنا بيدينا بيقول لك الاكتيفيتي والديوريشن، عشان كده بقول لكم لازم كنا نعرف نرسم البار تشارت، فمدي لك الحاجات اهي الاكتيفيتيز والعلاقات ببعضيها. لو انا ما اعرفش الجزء بتاع البريد السيستم واللاج والاوفر لاج والكلام ده انا مش عارف اكمل، خلاص انا كده وقفت، مش عارف اعمل ولا كوست ولا غير كوست. تمام، ولا كاش فلو ولا اي حاجه. فدي الحاجات الموجوده، فالمفروض انا الاول برسم البار تشارت بتاعي وبعد كده هشوف الحاجه اللي هنا. هنا بيقول لك ان الرقم اللي مديه لك بيقول لك ان الاي دي مدتها اربع اسابيع ما بتعتمدش على اي حاجه، والدايركت نقرا التعريف اللي فوق ده بيقول لك الدايركت كوست بير اكتيفيتي، يعني الدايركت كوست بتاع الاكتيفيتي ده، يعني الاكتيفيتي ده كله بيخلص ب 400 دولار. يعني الاربع اسابيع دول بيكلفوني 400 دولار. تمام؟ تمام؟ طيب. بعد كده البي بيقول لك الدوريشن بتاعنا ست اسابيع، البريد السوسر بتاعها الاي وستارت تو ستارت، يعني اس تو اس، يعني ستارت تو ستارت، يعني بدايتين مع بعض بس في لاج اسبوعين. يعني البي بتبتدي بعد بدايه الاي، البي بتبتدي بعد بدايه الاي باسبوعين. تمام، والدايركت كوست بتاعنا 660، بس هنا ده مدينا دايركت مش مدينا توتال، فانا ما زال عندي الاندايركت مجهول، انا لازم احسب التوتال كوست مش الدايركت بس. ونيجي نشوف باقي الحاجه بيقول لك ايه هنا. بيقول لك اول حاجه دروزا بار تشارت، ارسم البار تشارت وارسم الايرلي تايم هيستوجرام بتاع المشروع اللي هم بتاع الريسورسز وكده، اللي هم بتوع
الحاجات بتاعت الريسورسز الليفلنج والكلام ده احنا لسه هنشوفها دي. وبعد كده اعمل ليفل دي الكرو ريكويرمنتس بتاعتك لو ما بتعديش 4 اسابيع دي نسيبها دلوقتي. اللي بعديها بيقول لك دروز كاش فلو دايجرام كاش ان وكاش اوت للبروجكت. طبعا مش محتاج يقول لنا كاش ان وكاش اوت، يعني ممكن يقول لك كاش فلو على طول مش محتاج يقول لك كاش ان وكاش اوت. لو قال اف ذا اندايركت كوست بتاعك، لو الاندايركت كوست بتاعك $50 الاسبوع الواحد، يعني كل اسبوع في المشروع بيكلفني $50 تمام. البروفيت بتاعك 20%. هنا بقى كلمه بروفيت يبقى انا دخلت في برايس، يبقى انا اوقف الجزء الاولاني وبعد كده نشوف موضوع البروفيت ده. يبقى انا عندي الدايركت وعندي الاندايركت، بس الدايركت موجود للاكتيفيتي اما الاندايركت موجود للاسبوع تمام. لما نيجي نرسم الكلام ده هنلاقي هنا دي الهيستوجرام والحاجات دي الكاش فلو بتاعنا. بيقول لك $50 للاسبوع، انا عندي الاكتيفيتيز الموجوده عندي، انا رسمت البار تشارت بتاعي كلنا ظاهر لنا شكل البار تشارت تمام. بيقول لنا ان الاكتيفيتي ايه ده 400، الاكتيفيتي بي 660، السي 800، بعد كده 1000، بعد كده 800، بعد كده 400. الكاش فلو الكاش اوت بتاعنا اللي هو التوتال كوست، اي حاجه انا بصرفها للاندايركت والاندايركت. اما الكاش ان بتساوي التوتال برايس اللي هي التوتال كوست زائد المارك اب اللي هو البروفيت زائد الريسك. نرسم الكلام ده بقى ازاي؟ انا ممكن اخد بقى الحته الجزء ده كده ونرسمه مع بعض، يعني احنا ممكن نرسمه هنا واحده واحده مع بعضين. فين بقى المسألة كانت فين؟ كانت فين؟ اه نيجي هنا. أول حاجة نبص على الأجزاء بتاعتنا، احنا هنرسم في النقاط اللي بيحصل فيها التغير بتاعنا تمام؟ يعني انا ممكن اخد ده واشتغل عليه، نشيل دي خالص. عايزين نحط بقى ايه، احنا قلنا عندنا 50 كل اسبوع بيعدي عندنا في $50 صح كده تمام يا شباب تمام. ال 50 دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاندايركت. يعني انا ممكن اجي هنا فوق واقول انا هحط 50 عند كل اسبوع. ونيجي لا، ما انت عايز تحسب الكاش فلو عند كل اسبوع بقى. فانا ما ينفعش اقول ده، انا لو عايز احسب التوتال بتاعنا في الاخر، انا ما بحسبش سعر المشروع، انا عايز اعرف المشروع في كل فتره بنيجي نحسب الحاجه بتاعتنا قد ايه تمام. فاحنا كده كل اسبوع عندنا في $50، فاحنا حاطين عند كل اسبوع $50. ونيجي بقى ايه نكمل باقي الرسمه بتاعتنا. نيجي عند نحسب عند المتغيرات بتاعتنا. بعد اول اسبوعين بيبتدي البي، فهنا بيحصل متغير للكوست بتاعنا صح؟ فنقدر نحسب عند اول اسبوعين، احنا كده حاطين عند كل اسبوع $50. عند البي بقى نيجي عند اول اسبوعين، ايه اللي بيحصل عند اول اسبوعين؟ ايه اللي بيحصل عند اول اسبوعين؟ يجي عندي في دايركت وان دايركت.
في دايركت وفي اندايركت. نيجي بقى نقول له انا عندي 200 دولار من اللي هم الاندايركت زائد كل نفهم من كده ان انا اكتيفيتي ايه ده 400 دولار وهو اربع اسابيع يعني كل اسبوع فيه ب 100 دولار يبقى انا اجي بعد اول اسبوعين يعني عندي 200 دولار من الاكتيفيتي ايه وعندي الاكتيفيتي بقى اللي بعديه وعندي 200 وعندي 100 دولار اللي هي الاندايركت يبقى عندي الاسبوع الثاني انا عندي نقول 200 زائد 100 صح كده يا شباب؟ يعني ممكن اخد اي حاجه من دول واجي هنا اقول عند الاسبوع الاولاني ده انا عندي 200 زائد 100 يساوي 300 اللي هي اللي جايه من اللي جايه من من الاندايركت واللي جايه من ونيجي نحطها تحت كده. طيب بعد كده عند الاسبوعين اللي بعد كده انا عندي فيه 100 كل اسبوع 100 من الايه فانا عندي اسبوعين من الايه يبقى اللي بعديها ناخد نقطه كده ونقول هنشوف دي بعد الاسبوعين التانيين عشان ده بيحصل هنا تغير اهي ان الجزء بيظهر السي فاحنا نيجي نحط نقطه كده ونشوف ايه الارقام اللي عندنا علشان ده تراكمي فاحنا لازم ما دام تراكمي فاحنا ده بيحصل ايه يعني كله بيتوقف على بعضيه فانا عندي 300 القديمه اللي طالعه من تحت زائد انا ده اسبوعين يعني ب 100 50 و50 الاندايركت زائد انا في 200 جايه من الـ من الايه لان 100 زائد 100 يبقى 200 زائد برضو البي كل اسبوع ب 110 يبقى زائد 110 في 2 يعني 220 اوكي حد معاك كالكوليتر حد معاك كالكوليتر 820 كم 820 820 8 2 0 يعني يبقى احنا ممكن نحوش الكلام يعني ولا ماشي خليها مش مشكله عشان لو عايزين ادي ده 820 يبقى احنا ايه تحت سن هنا تحت ال 1000 بسن المفروض يعني ايه ده بيبقى تناسب بس عشان الارقام مش قادرين نظبط الحاجات يبقى ده 220 ونحط النقطه بتاعتنا بعد كده نيجي ناخد عند الاسبوع الكام بقى حد يقول لي عند الاسبوع الكام دكتور معلش عند الاسبوع الثاني ممكن توضح بس الارقام في كل ترم دي تخص ايه الاسبوع الثاني طيب في الاسبوع الثاني انا عندي بقول انا عندي 100 زائد سوري عندي من كل اندايركت 50 فانا عندي اسبوعين ب 100 يعني 50 و50 ده الاندايركت انا الاندايركت ده ثابت عندي كل اسبوع في 50 دولار بتتصرف اندايركت ثابته بعد كده انا خدت اول اسبوعين من الايه علشان بعد كده بيحصل التغير في الحاجه بتاعتنا فاحنا خدنا اول اسبوعين من الايه اول اسبوعين من الايه اللي هم 100 زائد 100 100 زائد 100 يبقى انا كده عندي كمان ادي 200 يبقى 200 و100 يبقى انا عندي 300 تمام بالله عليكم يا شباب يعني ركزوا معايا كويس عشان الموضوع بعد شويه هنلاقي بقى نفسنا بنتوه من بعض فركزوا معايا كويس يعني كويس علشان فعلا يعني الحاجات دي ممكن بعد كده تبقى دي اكل عيشك طب ايه ال 220 اللي فوق في اللي هو الاسبوع الرابع اللي هي ال 110 زائد 110 من البند بي مش انا بند بي ده 6 اسابيع كل وهو التوتال بتاعه 660 يبقى كل اسبوع ب 110 تمام تمام طيب نيجي بعد كده ناخد عند انهي اسبوع بقى انا معايا شوكولاته في جيبي اللي هيقول دي انا هاكل الشوكولاته بس يعني مش مشكله
وادي الشوكولاته هناخد عن الاسبوع الكام؟ 820 ما هنحنوعش خلاص حسبناها ما مش بحطها برضو زائد المية اللي هي الاندايركت ايوه بس عند انهي اسبوع عند انهي اسبوع على السادس السادس اسمك ايه؟ عبد الرحمن اشرف ممتاز يا عبد الرحمن ممتاز يبقى نيجي عند الاسبوع السادس طيب احنا مش الاسبوع السادس ده عشان بيحصل بعد كده التغير بيظهر معايا البند اللي هو الدي مش عشان خاطر اللي انا ماشي كل اسبوعين هو حظنا بس هنا ان احنا كل اسبوعين يعني بعد شويه نلاقي برده ما فيش كل اسبوعين دي نيجي عند الاسبوع السادس الاسبوع السادس هيظهر عندي حاجه جديده يبقى نقول انا الاول 820 دي معايا ناخد 120 دي زائد المية الاندايركت المية الاندايركت عشان الاسبوعين عبد الرحمن برضو ممتاز يا عبد الرحمن زائد الالف بقى دي هقسمها على الفترة بتاعتها لا الف ايه بقى الالف دي ما ظهرتش اصلا مش احنا قلنا 600 دي قسمناها وطلعت 220 طب انا لسه ما زال 600 دي انا عندي فيها منها اسبوعين برضو يبقى ما زال انا عندي 220 ماشي انا من البيئة انا خدت اسبوعين بس ففي اسبوعين هنا زائد ال 800 بقى هي نظافه معايا اللي هي ايوه 220 زائد كام تاني كده حد معاك الكالكوليتر يحسب 200 دكتور 220 زائد 200 لسه 200 ما انا حسبت حطيت ال 220 خلاص ال 200 الثانيه بتاعه ال 800 على 8 ايوه تمام 390 1000 وكم 1340 معلش يا عبد الرحمن اعذرني بقى انا اكلت الشوكولاته عادي 1000 ماشي نيجي بعد كده اللي بعديها نعمل ايه ناخد ال 1340 دي معانا تمام وناخد بقى النقطه نحطها عند انهي اسبوع الثامن الثامن ليه ان بينتهي بند وبيكون بدا بند يعني انا عندي اهو البند ده الدي انبلى والدي والبي انتهى فنيجي نحطه هنا ونقول له ده بيساوي 1340 دي القديمه ونحط عليها زائد المية الاندايركت دي ما ننساهاش تمام زائد في من ال في 200 البريك هيخلص ايه؟ البريك هيخلص بس لو يعني لو ده يكون اخر مثال معلش على ايه ايه؟ بس عشان بس المحاضرة الجاية يا دكتور عشان المحاضرة الجاية نلحق المحاضرة الساعة واحدة الثانية مش المحاضرة بعد كده الساعة واحدة احنا عشان نقوم نصلي بس نقوم نعمل حاجة دكتور احنا قاعدين الساعة 9 يا دكتور على الكرسي حاضر خمس دقايق وبنكمل الأسبوع الجاي معلش يا شباب استحملوني معلش زائد ال 200 اللي جايه من السي وناخد معاها كمان ال 200 اللي نتيجه ال 1000 يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ ألف تمنمية وأربعين طيب وهنكمل هكذا هتيجي بعد كده برضو تحسب عند الفتره دي عند الاسبوع ال 12 بعد كده نحسب عن الاسبوع ال 16 الحته بقى الفكره في الاسبوع من ال 16 لل 18 انا ايوه يا بس معلش يعني ليه الاسبوع الثامن ده 1340 ليه بتاعت الاسبوع السادس وال 100 ليه بتاعت الاندايركت تمام وال 200 دي الباقي 200 من ال 800 و200 من ال 1000 مش 250 المفروض من 1000 250 من ال 1000 ليه؟ ولا احنا بنقسمها ازاي؟ ها؟ مش ال 1000 دي مقسومه على 10؟
10 ايام 10 اسابيع ولا 250؟ ايه ال 250 انت هتقصد ايه بال 250؟ طب ماشي 1000 على 10 ب 100. طيب انا خدت منهم اسبوعين يبقى ب 200، وال 800 على 8 ب 100، خدت منهم اسبوعين يبقى كل اسبوع ب 100 يعني 200، ادي 200 وادي 200. 360 على 4 اخد منهم واحده واضربها في 2. فين ال 4؟ ايه 4 دي؟ ها؟ 660. 660 على 6 ب 110. تمام. انا بقسم الكوست على الديوريشن، لان الكوست ده بتاع التوتال بتاع الاكتيفيتي كله، فانا بشوف كل اسبوع بيكلفني كام. تمام يا دكتور. تمام. وصلت؟ بحسب بعد اسبوعين نضرب تكلفه الاسبوع في 2، بعد 3 نضرب في 3، بعد 4 نضرب في 4. يعني هنا هنلاقي نفسنا بعد 4 اسابيع عند الاسبوع ال 12 اللي هيظهر بعد كده، بعد كده بعد عند الاسبوع 16 بيت في 4، يعني 100 في 4 بس ال 100 بتاعتك دي بس. الجزء بقى من ال 16 لل 18 اللي عندي هنا اندايركت بس، يعني ال 100 اللي هي 50 زائد 50، يبقى نشوف اللي قبلها بكام ونيجي نحط 50 زائد 50، لان انا ما عنديش حاجه كدايركت كوست. بعد ما بنخلص ده بنيجي نرسم الحاجات دي الكلام ده ببعضيه، بنوصله تقريبا علشان كده احنا بنقول عليه اس كيرف، بيبقى شكل بياخد يعني ايه تقريبا بتبقى حاجه شايفينه؟ نوصل الكلام ده بخط الايه؟ شايفين الكلام ده؟ عندك مثلا هنا في رقم وهنا في رقم، اخر انا عندي الرقم النهائي، الرقم النهائي ده النهائي بتاع الـ بتاع التكلفه بتاعت الكوست بتاعت المشروع، يعني المشروع بتاعي في الاخر هيكلفني كام مصاريف. وصلت يا شباب؟ هو ده ايه؟ ده الكاش اوت؟ ده الكاش اوت، ده اللي انا بصرفه. احنا يا دكتور بنحسب عند بدايه ونهايه كل حاجه صح؟ ايوه، البدايه والنهايه ولما بيحصل تغير، يعني اكتيفيتي بيظهر وسط اكتيفيتي الكلام ده كله والحاجات دي يعني. اه تمام. طبعا انت لو عايز تعرف تكلفه اي مشروع المفروض لو انت رسم الكلام ده تو سكيل والكلام ده، تيجي مثلا عند الاسبوع 17 تطلع لفوق تعرف تقريبا التكلفه هنا كام طول ما انت رسم تو سكيل، فاهم؟ عشان كده احنا بنوصل بخط الايد وبشكل بشكل كيرف، ما بيبقاش خط مستقيم، لان هنا التكلفه ما بتبقاش خط مستقيم، يعني النهارده ما بتحصل حاجات بكره بتحصل حاجات تانية كده يعني. هنكمل مع بعضنا ان شاء الله المره الجايه، والحاجات اللي وانا هحاول ناخد الحاجات بتاعه الريسورسز موجوده عندنا، وهناخد اكتر من اكزامبل موجود على الـ الكلام ده. تمام تمام يا شباب، اسيبكم عشان تتحركوا، انا اصلي ان انا عندي برضو محاضره بعديكم على طول. دكتور ايوه حضرتك السؤال بتاع البرنامج. ايوه قول. طيب